أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كفاءات الإمارات. وكما عودناكم أعزائي المشاهدين أن نختار لكم نخبة سيدات الأعمال. رحبوا معي لهذا اليوم مع ست الأعمال المدام أمل. في البداية مساء الخير. مساء الخير. اليوم احنا موجودين داخل هالمطعم المتواضع والكافيتيريا المتواضع، ومع الست أمل بالتحديد. يعني بعيدا عن الألقاب، لو نتعرف يتعرف السادة المشاهدين، من هي أمل؟ أمل سيدة سورية بدت حياتها، اجت قديما على البلد وبدت حياتها بطريقة، شقت طريقة بنفسها وبلشت أنا اجيت مدرسة ودرست، وبعدين بعد فترة حبيت أعمل بيزنس خاص فيني، وعندي هواية بالتجميل، فاخترت مجال الصالونات. فتحت صالون ب96 وتفوقت فيه الحمد لله، وكان له اسم الحمد لله، سميته أمل الشام، والحمد لله رب العالمين نجحت فيه وبمهارة الحمد لله. بعد فترة تزوجت وأنجبت أطفال، فكان عائق لي إنه وجود الأطفال وهيك، فاضطريت إني وقف عن العمل. بعد فترة كمان هيك كبروا الأولاد الحمد لله، وحاولت إني أرجع للحياة العملية. حبيت غير النشاط اللي والمجال القديم، فاخترت مجال المطاعم. مجال المطاعم اخترته لسبب إني أنا بهتم بالأكل، يعني بحب الأكل، بحب أتفنن فيه، بحب أطبخ، بحب اللقمة الطيبة، بحب التذوق، عندي هيك موهبة بالأكل. فاخترت شوي، هو كان المجال صعب علي في البداية لأني أنثى، واجهت كثير صعوبات، وفي مجال كله رجال، كان الأكثرية الغالبية العظمى فيه رجال، فحاولت أثبت مهارة وجدارة، فاخترت هذا المجال وكنت مصممة إن شاء الله على النجاح. أول شيء بالبداية بديت بمحل صغير، يعني بلشت فيه بعض الأنشطة مثل الشاورما والفلافل والمعجنات، هي كانت بدايتي. وقررت اني انا اكون يد عامله بالمطعم مش مستثمر فقط، فمش هذا سبب نجاحي، اني انا موجوده بين الكادر تبعي يوميا، وحاولت اوفق بين بيتي واولادي وعملي. نعم، يعني الحمد لله رب العالمين، وانجزت، تفوقت بالمحل الاول، وقررت اني كمان اوسع نشاطي واخذت المحل الثاني الحمد لله، دخلت مجموعه من الانشطه الجديده وعملت اسم الحمد لله رب العالمين. يعني لو نذكر اسم المطعم اللي احنا متواجدين فيه والكافيتيريا اللي احنا متواجدين فيه، شو اسمها يعني وكيف اخترت هالاسم؟ كافتيريا فلافل ديرتنا كان اسم كثير، قدمت على اسماء واخترت وارتفضت اسماء من الدائره الاقتصاديه. بصراحه هذا الاسم اجى ديرتنا، يعني شفته بمنامي للامانه. شفت شخص اعطاني ورقه ومكتوب عليها ديرتنا، فقررت لما رحت على الدائره الاقتصاديه وعرضت عليهم الاسم، وافقوا بكل سهوله يعني الحمد لله. والاسم ديرتنا، انا عندي انتماء لدوله الامارات كبير كثير بصراحه، انا قديمه جدا وبحب البلد كثير، يعني ما بحس حالي اني انا من جنسيه ثانيه او البلد مو بلدي، وتملكت الحمد لله الحمد، يعني انه حتى يعني العقارات والى اخره، لانه بحس هاي البلد بلدي، يعني ما ممكن اعيش بدونها الحمد لله. اليوم يعني احنا موجودين داخل كافتيريا فلافل ديرتنا، يعني اليوم بيقدم خدمات كثير ووجبات كثير، يعني لو نذكر للساده المشاهدين شو وجباتكم اليوم؟ والله وجباتنا اليوميه نحن تفوقنا بالشاورما، نعم، والبروستيد والمشاوي الحمد لله رب العالمين، جميع الاصناف عندي لقيت قبول من الناس، لانه يعني انا بتقبل اي نقد كان يجيني من الاخرين واعمل به، واسعاري كثير يعني مش مرتفعه، بتناسب جميع الطبقات جميع الفئات.
اليوم تميزت؟ اليوم شو تميزت بداخل الكافتيريا؟ تميزت انه لقمتي طبيعيه. كيف يعني؟ اقرب للطبيعه، ما فيها تصنع، النكهه بتضلها ثابته عندي. ما بتتغير. وموادي طبيعيه، وما بحاول غش بالمواد اللي بجيب. بسترخص يعني، انا ما بسترخص البضاعه. مثلا في دجاج بسعر محدد، في دجاج ارخص، لا باخذ الاحسن الافضل. بقول انا مربح، انا دائما مع المربح القليل. ما بحب المرابح الكبيره، يعني مربح قليل بس وخير من والناس تعجب. يعني انا بدي النجاح وليس الماده. ما بدي فلوس. انا بدي نجاح. من بدايه مشروعي كان بدي اسم لمحلي فقط. حلو، يعني شيء جميل. ست امل، يعني اليوم كمان ايضا انت ما شاء الله عليك من جيل الشباب، يعني بعد 5 سنوات وين راح نشوف فلافل ديرتنا؟ راح يكون فروعه القادمه، الرؤيه المستقبليه للمطعم، رؤيتك المستقبليه ان شاء الله. انا مش بس حتوقف على دوله الامارات او على الشارقه حصرا، حاعمل جهدي ان شاء الله بجميع الامارات وبجميع دول العالم. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نشوفكم بتقدم وازدهار. ان شاء الله نشوفكم واسمكم بكل العالم ان شاء الله يا رب، وتقدم وازدهار. الله يبارك. يعني ست امل، يعني نبتعد عن العمل قليلا ونيجي لدوله الامارات. دوله الامارات الحبيبه زي ما بتعرفي قدمت لنا كثير. اليوم ست امل، شو بتعني لها نعمه الامن والامان؟ نعمه الامن والامان تعني لي كل شيء. الامارات انا روحي للامانه بدون مبالغه، وما يعني بحبها كثير. اجيت بلشت حياتي فيها وما شفت غير فيها كل خير. والغير انه المساعدات والدعم اللي كنت اتلقاه نفسيا ومعنويا وماديا من اي شخص بواجهه بدائره اقتصاديه، سواء او مؤسسه حكوميه او اي، يعني ما كنت حتى البلديه كان في عندهم تقبل وتجاوب لإبنا، وما كان يعني مثل ما بسمع من الناس الاخرين. انا الحمد لله هيك صادفت حياتي مع العمل اللي انا الحمد لله، يعني هذا توفيق من ربنا يعني ودوله الامارات. يعني ست امل، احنا مقبلين بعد ايام قليله على عيد الاضحى المبارك، منك رساله شكر من امل ومن كافتيريا فلافل ديرتنا، رساله شكر لشيوخ حكام دوله الامارات. اليوم شو بتحبي تحكي لهم؟ بحب احكي لهم الله يخلي لنا اياهم وكل عام وهن بخير، وان شاء الله الله يديم نعمه الامن والامان ويديم عز هالبلد علينا وعلى الامه الاسلاميه اجمعين. كل عام وهن بخير ان شاء الله. احنا ايضا موجهين رساله شكر. ست امل، قبل ما ننهي برنامجنا، قبل ما يداهمنا ايضا، يعني ست امل اكيد وراء كل امراه عظيمه في اشخاص رجل. كانوا لا في اشخاص كانوا داعمينهم. يعني اليوم مين بيستحق من امل بعد السنين الطويله هاي كلمه شكرا؟ انا بوجه شكري وحبي وتقديري لزوجي العزيز، وهو اللي وقف معي، هو اللي دعمني ماديا ومعنويا، وبيتجاوز عن كثير اخطاء، بتاخر احيانا، باهمل شوي بالبيت، احساب الشغل، يعني يوما ما لقيت منه اي، حبني اني انجح وبشكره كثير كثير والله يخلي لي اياه. احنا ايضا نتشكره مره اخرى، وبشكر كمان العمال اللي ساعدوني. كان الله رزقني بكادر محترم وطيب ومستجيب وبيسمع الكلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تتمل، حابين نعرف على اسم المكان اللي احنا متواجدين فيه وكيفيه التواصل معكم وعنوانكم بالتحديد. المكان هذا الشارقه الناصريه، نحن في قريب مبنى البلديه. والآن سوف تظهر على الشاشات أرقام هواتفكم وكيفية التواصل معكم. ست أمل، لا يسعني إلا بشكرك على اللقاء الجميل والظريف والخفيف زي ما بتشوف. تسلم. شكرا لك مرة أخرى ست أمل. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم مع المدام أمل صاحبة كافتيريا فلافل ديرتنا. تابعونا مع كفاءة جديدة، دمتم برعاية الله. We'll be right back.
وطن.